بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي إلى سماحة السيد مقتدى الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا يحق لي وأنا أحد طلاب والدكم الجليل رحمه الله، أنا وأخي الدكتور حمد، فقد تتلمذنا على يده وتعلمنا منه أصول العلم، أن أطلب منكم أن تنقذ الوقف السني من رئيسه ومدرائه العامين الذين عاثوا في الأرض فسادا، فنهبوا وسرقوا ودمروا الوقف. لقد طلب مني السيد الكاظمي رئاسة الوقف وقد رفضت، لأن الوقف مليء بالنصوص ولا أقدر أن أضع في ذمتي درهما واحدا يسرقه موظف بسيط من أموال الوقف. ولكني أقول لسماحتكم إن العراق مليء بالرجال الشرفاء، وأستطيع أن أرشح لكم عدة شخصيات تتبوأ هذا المنصب، فأرجو من سماحتكم ولكم الكلمة الأولى في العراق أن تنقذوا الوقف السني من هؤلاء المجرمين، وسيكون هذا فضلا كبيرا عند الله وعندي. سماحة السيد، يقول لي العراقيون أن العراق ضاع، ولكني أقول لجميع العراقيين سنة وشيعة أن العراق قادم برجاله الشرفاء، فإن لله فيه شأنا، وسيرجع بإذن الله عزيزا شامخا، وسيذهب المجرمون واللصوص والأحزاب القذرة العفنة إلى مزبلة التاريخ، وأني أرى هذا الأمام عيني قريبا إن شاء الله. اللهم يا ربي بلغت، اللهم بلغت، فاشهد يا الله. أخوك الدكتور أحمد الكبيسي.